مريضة دابا بالأعصاب ومرض السياتيك والبرودة. أنا كنت أخويا كنحني هكذا، كنحني وكنجفف ومولات الدار كتضربي من النور. يعني كنت جلوقة، مجلوقة خويا، جلوقة مجلوقة خويا. حياتي أنا براسي مبقيت فاهمة حياتي. يا ليت كنت باغا أنا كنقول ما تتخيلش هاد شي نهار نولي بحال هكدا، على الأقل نكون مجوجة بداري. شي واحد كلهم اللي ما عندوش باش يعطيني صداقة، اللي ما عندوش باش يشري الخاتم، تنقول أنا مال هاد الزهر، تنقول أنا مال هاد الزهر، مالي أنا يوش أنا ما حليت عينيا ما نكونش أنا بحال البنات أنا في داري وقاسة معززة مكرمة. السلام عليكم خوتي خويا، تنشكرك بعدا اللي قبلتي أنك تجي تستضفني، وأنت راك حكيت لك الظروف ديالي في بعدا في الواتساب قلت لك شنو هو. المهم أخويا شنقول لك، أنا بدالك من الأول باش خوتي المغاربة كلهم يعرفوا سميتهم الظروف ديالي وشنو قصتي. أنا قصتي من أنا بعدا قصتي ما عندها لا رجلين لا يدين. من نهار حليت عيني وانا حيد 8 سنين 6 سنين 7 سنين، هذيك 7 سنين انا بديت الخدمه ديال الدور وعندي 9 سنين 9 سنين. دابا قول انا دابا عندي 28 20 عام ديال الخدمه. انا دابا مريضه بالسياتيك. باش نحاولوا نتعرفوا عليك انا صغير مزيان. دابا انت خرجتي من 9 سنين من داركم، شكون اللي كان في داركم؟ شكون كان الموحد ديال العائله ديالك؟ انا نقول لك اخويا السبب اللي خرجنا الفقر. الفقر اول ما خدمنا عندي كنا كارين بيت ب 5000 ريال. شكون كان في هذا البيت؟ كنا حنا 4 ديال البنات وولد، يعني يقولوا حنايا 5 بينا 4 البنات وولد والوالد وامي. كنا كاري كنا ما كناش هذاك الشكل الفقر، كان هذيك واحد 12 عام هذاك الفقر. المهم انا ما كنت من حليت عيني يعني كان واحد الفقر. شفت واحد اختي خدامه في الديور تنمشي عندها كنشوف الماء ديك الناس زعما كي ماكلو مزيان وهذيك صافي. تما انني وليت بغيت نخرج للخدمه في الديور، يعني هذيك هي السبب ديالي باش خرجت في الديور. دخلت اليوم وانا عندي 9 سنين. شن نقول لك اخويا، لقيت واحد تنتمنى لو كنت عايشه في هذاك الفقر تنتمنى 1000 مره ما مشيتش اليوم. اللي دوزوا عليا عمره ما يتنسى ليا، وقد عند الله نتلاقاو ان شاء الله كل شيء. هذيك الشيء اللي خرجتي تخدمي في الديور، شنو طرالك ما بين الحوايج اللي كرهوك في هذه الخدمه؟ كما كنعرفوا حنا خدمه عاديه، اغلب ديال الناس الفقراء كيحاولوا يلتجئوا يخدموا في الديور يعاونوا الناس. شنو طرالك شي حوايج اللي حاولوا يكرهوك في هذه الخدمه ولا شنو تقول؟ لا يوريك اخويا، انا دوزت البنات كون كان حاليا الديور باقيين كما كانوا شحال هذه كل شيء يمشي. ما عرفت شنو الناس يبقاو بجوج ما يمشيوش يخدموا في هذيك الديور. انا دوزت العذاب، دوزوا لي الشتاء عليا، البرد عليا، الصيف عليا، كل شيء. ربيت لهم ولادهم اخر ايامي. قلت دابا شي وحده فيهم انا مريضه بالسياتيك، انا خدمتي سيمانه عند امراه وانا جالسه بالسياتيك سيمانه وحده ما قدرتش نزيد نكمل. انا داك الشيء اللي درت انا راه بنادم ما يبانش الناس الخوتي المغاربه الوجه والشكل، يدخلوا يفصلوني ويشوفوا شنو فيا من الداخل. مريضه دابا بالاعصاب ومرض السياتيك والبروده. انا كنت اخويا كنحني هكذا، كنحني وكنجفف ومولات الدار كتضربني من النور. يعني كنت هكذا كنت كنجفف بالصابون البلدي. هذاك الشيء اللي داز عليا الماكله كانت عندهم بالقياس 4 زيتونات معايا لقد الكوفيتير. اش نقول لك داكشي اللي داز عليا؟ شتي تعقل على ديك المسلسل من دار لدار. شوف الا خوتي المغاربه يعرفوا داك المسلسل فوكاش. من هذاك الوقت انا كنت باديه الديور لحد الان انا لا ورقه لا والو حتى شي حاجه. انا مريضه بصياتك والديا او انا اللي هزاهم، الوالد ما خدامش، خويا عندي مريض نفساني انا اللي خدامه عليهم. يعني انا واش ما بيدي لراسي ما بيدي لوالديا. انا حاليا ماشي الفيديو داير حيت كنساها، ربي لي عالم فوق مني. انا بغيت قصتي يعرفها المغرب المغاربه كاملين الصغير والكبير. انا ها هو الدواء كنشربو كنعس، ما خصنيش نفكر، كنبقى جالسه. انا مازال ما تجوجت، انا مازال ما عنديش راجل، ما عندي دار، ما عندي عندك شي نعم شنو استفد منها؟ الدواء باكي الدواء كنشربها باش نتهدى باش نعس. كنتمنى 1000 مره انني نمشي شي حفره نتخشى فيها وما ناكل ما نشرب باش ما نعيش هذيك العذاب ديال. كنطلب من الله ديما كنقول يا ربي ما يطلعش الصباح باش ما نمشيش هذيك العذاب وانا مريضه. انت انا صغيره تحملتي ما لم تحمل الجبال، انت خرجتي في السن الصغير بزاف 9 سنين، عشتي شي حوايج اللي صعابين وصعابين بزاف. 20 عام دازت عليك تقريبا كحله كما كنت كلها خويا. يشهد عليا الله راه هو فوق ربي السماوات والارض، هو اللي شايفني ومطالع كاع الناس ما غيصدقوش، ولكن ربي رب السماوات الكاميرا الله مراقباني من منذ 20 سنه وانا خدامه. دابا قول هذيك الوحده الناس ربيت ولاد، ولادهم دابا كبروا وكبروا تبارك الله. انا بقوت لي اني خدمت صغيره صاحبني عندي 40 عام
وانا عندي غير 28 عام واولادهم كبروا، حيت انا خدمت هذاك الوقت كانوا باقي ولادهم البنات ما تزوجوا، دابا تزوجوا ولدوا ولادهم قسما بالله ورب الكعبه. داكشي كنت انا سير كان عندك تخيل خوارج خرجت خدمي الديور وغتجي معي شويه فلوس وديري دويره وراجل، هادشي اللي كان في المتخيل. انا ما عمرني ما كنت نتخيل نكون هكذا، كنت زوينه كنت بلارة قسما بالله، ولو كان هزا دابا تصاور ولا لخوتي المغاربه كنت بلارة. سفيت اخويا راه الحوايج لابسه ما يديوش عليا كثر، راه الحوايج لابسه غير الحوايج اخويا لابسه. كنت صحيحه وكنت زوينه، كنت كنتخيل راسي كنت انايا نتزوج براجل لاباس عليه وغندير الدار حتى انايا وغادي نكون. دابا انايا هاد الخدمه دور سهزتني، دابا شكون يقبل عليا الراجل؟ واش انا دابا والله قسما بالله طبلة كنبقى هكذا نسي حاجه وكندير هكذا بقوه صياتك، حيت كنت كنهز طبالي. كنت انا خدمت في هذوك الديور البلديين، كاع المغاربه عارفين الديور البلديين شحال هذيك كانوا، كنت هزاهم بالعائله بولادهم بالضياف، الدار كنهزها كلها للسطح وطلعها. ندمت على النهار اللي عرفت فيهم الديور، ما نسمحش ليهم كما تخلاو عليا، تخلاو عليا اخويا وانا مريضه. نحاولوا العام اكثر نصيره. انت دابا الان فين عايشه؟ شكون اللي هزاك؟ شنو كديري؟ مجلوقه مجلوقه اخويا، دابا حاليا جالسه مع واحد الناس، واحد السيده كانت باغا هي مريضه اصلا، مريضه مسكينه بالقلب، حتى هي باغا تزوجنا راجلها. اش نقول لك حياتي انا براسي ما بقيت فاهمه حياتي، يا ليت كنت باغا انا كنقول ما تتخيلش هاد الشيء نهار نولي بحال هكذا، على الاقل نكون مزوجه وداري. هاد الخدمه هادي اصلا كيجوني العروض ديال الزواج، حتى هما كيشكيو عليا اكثر من اللي كنشكي. كيجي واحد كلهم اللي ما عندوش باش يعطيني صداقه، اللي ما عندوش باش يشري لي الخاتم، تنقول انا مال هاد الزهر مالي انا يوش انا ما حليت عينيا من كوش انا بحال البنات انا في داري وقاسه ومعززه مكرمه. كون كنت غير شي وحده شريره خايبه درت اللي ما يصلح، ربيت ليهم ولادهم ما عقلوش عليا اخويا. دابا 20 عام شويه عليك ناصيه، راه كيف ما سمعتي دابا قلتي انك انت شي وحده بغات تزوجك راجل، شنو هو نوضح الرحله؟ انا اخويا واحد السيده غير شافتني هكذا معت انا كنت سميتو بحال هكذا، شافتني فواحد الفيديو واتصلت بيا قالت لي اختي انا مريضه بالقلب بغيت نتزوج راجلي. شتي دخلك بعد شويه العقل ديال الوحده تزوجك راجل ومع العلم انها باقا حيه؟ هي مريضه بالقلب اصلا، حتى هي الظروف الاجتماعيه علاش نقول لك حتى هما الظروف الاجتماعيه يعني غنزيد حتى هما هم فوق هم. واش نقول لك حياتي رجليها مع رجلين لتحت وراس الفوق ولا راس الفوق، يعني شنو نقول لك اخويا هاد الانسان هادي اعطات الكثير. تنتمنى دابا ورقه، انا دابا ما عنديش، انا اصبحت مريضه بصياتك وقسما بالله اخويا ما عندي لا باش نشري لا الدواء لا باش هذيك. اصلا الطبيب العام الطبيب ديال الدوله كيكتب لي الورقه وكيقول لي شري الدواء، انا باش غنشريه؟ كنضطر انني نشري ما ناكل وما نشريش هذاك الدواء، حيت ما نخليش كلشي بالجوع وغادي نمشي نشري انا واحد. بالنسبه لنصيره دابا انت العائله ديالك واش اخبارهم؟ انت اللي وصلت لي نصيره هادشي؟ اخويا انا اللي خدامه عليهم، انا اللي خدامه عليهم. انك انت اللي كتصرفي عليهم؟ انا خدامه عليهم اخويا، حيت الوالد الوالده عايشه في فاس، الوالده تضيان دارنا ما على قد الحال دارنا، انا خدمنا يعني هذاك الوقت خدمنا اش نقول لك مازالين حاليا هذاك المستوى اللي كنا عايشين شحال هذه باقيين هو هذا المستوى، ما تبدل حتى شي حاجه. ولكن انا خدامه عليهم حيت خوتي الاخرين مزوجين، انا اللي باقيه بنت وانا والديا ما ننساهمش، واخا دابا مريضه كنتقاتل عليهم نازهم بسناني حيت هما اللي عندي. الخوت ما كيتفكرونيش برجالهم بعيالتهم، كي كيدير للراجل كيمشي، ولكن انا بقيت بحال اش نقول لك بحال المراه اللي مقطع بحال الواحد اللي مقطع له راسه، وليت بحال اللي مقطع لي راسي ما عنديش لا فين نمشي ولا فين نجي. سيرا بعد ما عرفنا القصه ديالك عرفنا شويه من بزاف من القصه ديالك، منك الرساله الاخيره ديالك والرساله باش توجهي للشعب المغربي؟ انا خويا اسمح لي حتى مريضه بصياتك الله يرحم والديك. انا خويا شنو ديت من الديور؟ ها هما الديور، ها هو ها العربون. انا اللي كنطلب من خوتي المغاربه كنطلب من الدوله ان تعوضني هذيك 20 سنه، تعوضني هذيك ال 20 سنه اللي معنا انا مدبهان. وتخيل دابا الناس على الاقل تكون عندهم غير شي ضبيت، انا دابا مجلوقه. حاولوا وضحوا الامور انا سيره، دابا انت ما كانت عندك لا تغطيه صحيه لا والو. خدمت اخويا في الشركه واحد الشركه في طنجه عام وانا كنضرب عليها تماره كندير البلانشه معلمه البلانشه، ما داروليش الوراق. كندخل الاداره كنقول لهم اخوتي وديروا لي ذكراري وبيا، تيقولوا لي واخا واخا. النهار اللي جاتني غير المرض هذاك المرض اللي كيجي كل مره في العيالات
خرجوني حيت كتجيني قاصحه وكيهزني لي البيلونس، خرجوني جراو عليا. دابا على اي نصيحه عرفنا القصه ديالك، بغيناك توجهي رساله للشعب المغربي والناس اللي قدروا يساعدوك لا بالقليل لا بالكثير، شي رساله. انا خويا انا دابا مشات حياتي اخويا، حياتي وقسما بالله انا ماشي، انا بغيت العبره ديالي، هذه القصه ديالي العبره ماشي الفرجه. انا ماشي كنسعى، ما بغيش الغرب يقولوا دي الساعيه يحسبوني ما داك النوع اللي كيسعى. حق لا اله الا الله. وانت خويا سمعتي الاضويات في الواتساب، يعني انا قبل هذا انا طالبه خويا، بغيت انا دابا قسما بالله العظيم ما عندي فين. انا خدمت سيمانه على المره، انا جالسه ما لقيتش باش نشد الدواء، ما لقيتش باش ندوز. انا خلي هذاك الشيء يتزرع، ماشي انا كنتمنى الموت ولا ماشي. حتى يا ربي تسمح لي على هذه الكلمه، انا احسن ليا احسن ليا، وانا بغيت نخدمي على والديا. هادشي اللي كاين، وانا كنطلب من الدوله، كنطلب من المسؤول، من وزير الصحه ومن وزير ان يعود النظر فيا ويعطيني غير شي حاجه. ما ها هما الناس ربيت لهم ولادهم 100 درهم، كنت صيفط ليها 100 درهم في الشهر، شي وحده فيهم وحده ضربت عندها صبعي، صبعي طار ليا، جرات عليا خويا. حق الله وربي شاهد، وهذا النهار اثنين وطالبه من خوتي المغاربه انهم يعاونوني، ولا انهم بنات اللي تخدموا في الدومين يحدوا راسهم وتهلاو في صحتهم، راه يوقع لهم بحال